أول شيء الفنانة سارة الهاني، أول شيء بدي رحب فيك بسليبرتي دواتس للمرة الثانية، وكل مرة بتفاجئينا، كل مرة دايما سارة عم تطلع بلوكيت أحلى، بيطلع أحلى، بصوت أحلى، صوت كتير حلو. سارة خبريني شوي عن كيف تتدربي بالصوت لتحافظي على هالصوت الحلو يلي كمان الأستاذ أسامة كان عم يمدح فيه لما نزلتي عن المسرح. عن جد يعني أنا هيدا الشيء كمان بفرح فيه، وأول شيء بدي أقول مرسي عن جد لسليبرتي دويتس وخاصة لأم تي في. يعني أنا بعتبر عن جد أم تي في كتير حدا كتير شاشة حضنتني، أنا شخصيا حضني موهبتي، ما عم بحكي لأنه أنت عم تعمل معي انترفيو من الأم تي في، عن جد أنا بحكي هيدا الشيء everywhere والكل العالم تعرف. أكيد بهتم باللوك بجزء كبير من طليتنا نحن الفنانين، لأنه أنت بتعرف هلأ نحن بعصر اللوكيت والميكاب، وبدي انتهز الفرصة وأشكر اليوم الميكاب أرتست وصديق العمر أحمد أسير اللي عمل اليوم ميكاب كتير حلو، وبدي أشكر كمان أليكس من صالون فيكتور كيروز، صح؟ أوكي، حتى ما أكون غلطانة لأنه أنا أول مرة بشتغل معهم، فبدي أقول لهم thank you على اللوك كتير حلو، خصوصا أليكس بدي أقول لك thank you. والفساتين من عند ديزاينر ميرنا جوهري ومن عند زينة سلايبة، اثنيناتهم كمان أصحابي، بدي أقول لهم thank you عن جد اهتموا اليوم باللوك تبعولي، مشان هيك أنت شفتني اليوم يمكن متجدد شوي. أوكي، عملت حفلة يعني الحمد لله كانت أكتر من ناجحة، والحمد لله أجاني كتير تهنئات عليها، كانت أكيد يعني sponsored by أغاني أغاني و to you to see وأنتوا أكيد MTV ومسيو جهاد المر، أكيد بدي أتشكرون، بعتبرها من المحطات اللي كتير مهمة بحياتي. أنا كنت أول مرة بغني بباريس، وفوق هيدا أنه أنا غنيت لكوكب الشرق أم كلثوم، يعني هيدا امتحان بحد ذاته. ما تنسى أنه أنا كمان ما عم غني أغانية الخاصة، عم غني لكوكب الشرق، وهيدا امتحان بحد ذاته، والحمد لله كانت أكتر من رائعة. وهلأ إن شاء الله عندي بلان بي وبلان سي بذات الكونسبت مع غير ليجند، يعني حيكون عندي الله راد بغير بلدين، يكون عندنا وردة، صباح، فيروز، أكيد ما حافظ الألقاب. معقول بلبنان نشوفك عم بتقدمي العمالقة؟ لأنه بلبنان بيقدروا العمالقة أو فن العمالقة. بتمنى أكيد، أنا يعني بالنهاية لبنانية، وبتمنى أني أكتر لقي التشجيع من قلب بلدي وغني بقلب بلدي. إن شاء الله حيكون إلنا بالصيفية حسب معرفة، يعني ليت لي مش من كتير حيكون عندي شيء من هيدا النوع بأعياد بيروت إن شاء الله. الله يا سارة.